قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط رئيس لجنة متابعة الخطة العمرانية الشاملة في قطر علي عبد الله العبد الله، قال إن قطر تخطط لإقامة 3 مناطق اقتصادية وتنموية جديدة. وعلى هامش منتدى الأعمال والاستثمار في قطر الذي أقيم في نيويورك بالولايات المتحدة، أوضح العبد الله أنه تم وضع خطط لإنشاء طرق جديدة وأخرى خاصة للدراجات النارية ومشاريع لتطوير وسط المدينة بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية. طبعا الخطة مثل ما ذكرت أنا في العرض هي بتكون الإطار العام للدولة، سواء كان بالنسبة لخطة النقل، خطة النمو العمراني، التركيبة السكانية، التوزيع السكاني، الصحة، التعليم، الانفايرمنت، كثير من الأمور اللي هي بتكون جزء من هذه الخطة. طبعا الخطة هي كمرحلة أولى هي بتعتمد على الريجيليشن اللي بتنحط في كل مجال، وبعدها طبعا هذه بيكون فيها اندورسمنت فروم هزانس الأمير، فبتدخل في حيز التنفيذ إن شاء الله بعد ما يتم الإعلان عن الخطة بشكل عام، وإن شاء الله هو بيكون الإعلان عنها في منتصف هذه السنة، والريل وورك يبدأ immediately. كم ستكون لها ميزانية للخطة دي؟ من الصعب انك تحدد ميزانيه لها، لان هي طبعا تقريبي يعني ما تقدر تحدد، من الصعب، لان هي تعتمد على ايش الخطوات اللي انت بتقوم فيها، سواء كانت بنيه تحتيه. البنيه التحتيه على سبيل المثال مثل ما ذكر الاخ ناصر ان في رصدنا احنا 20 مليون دولار للسنوات الخمسه الجايه، وهذه ممكن تتضاعف في السنوات اللي بعده. طبعا هذا قس على هذا، هذه ما تدخل من ضمن المشروع السكك الحديدية والمونوريل والأذى والباقي الخدمات. فيعني احنا مقدمين على طفرة كبيرة، وأتوقع يعني مع حتى حدوث الإيفنت الفيفا اللي 2022، هاي طبعا بيعزز مكانة قطر الاقتصادية، واللي هو بعد في نفس الوقت بيساهم على إضافة أعمال إضافية. وجودكم اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية ونيويورك خصوصا سيد علي، إلى أي مدى يعني هناك سيكون في تعاون ما بين الشركات الأمريكية في هذا المجال؟ احنا طبعا الشركات الأمريكية مو بشيء جديد بالنسبة لنا، يعني في كثير من المشاريع الكبيرة الجبارة اللي احنا بدأنا فيهم مع شركات أمريكية، وأعتقد هي فرصة اليوم أن احنا قاعدين نحصل على الأفضل في أي مجال احنا نطلع فيه، أو المجال اللي فيه opportunity أن ممكن تتم مشاركة من قبل الشركات الأمريكية.